بدأت في نجامينا عاصمة تشاد مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل إدريس ديبي الذي قتل بنيران المتمردين قبل أيام حسب ما أعلنت السلطات. ووصل نعش إدريس ديبي إلى ساحة الأمة على منصة شاحنة صغيرة وقد لف بالعلم الوطني ويحيط به جنود من الحرس الرئاسي. وبث التلفزيون التشادي الرسمي لقطات تظهر توافد قادة البلاد العسكريين إلى منصة كبار الشخصيات في العاصمة التي خصصت أيضا للزعماء الأجانب الذين توافدوا على نجامينا للمشاركة في الجنازة، وأبرزهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وتتم مراسم الجنازة في ساحة الأمة التي غصت بآلاف المشيعين. تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب بنيران الجيش الوطني وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية. وأسفرت المواجهات عن مصرع ما لا يقل عن 50 حوثيا وإصابة آخرين وتدمير 3 عربات عسكرية. وأعلنت قوات الجيش اليمني السيطرة على مواقع وصفتها بالمهمة إثر مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة مأرب شرق البلاد.